بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة الجمعة، فاحنا رايحين ايه؟ قلنا نروح مكان جديد ان شاء الله. المكان الجديد ده هنقول بعد الفيديو، خليكم معانا. احنا طبعا بنصطاد الشبار اللي هو الشبار الاخضر. الصلاة على النبي بالجوز اهو ده رجالة، حسن اهو الصلاة على النبي، الله أكبر، حسن سبال اهو رجالة. انا بصور فيديو. بص يا جماعه، بتشوف ده على طول بالصلاه على النبي، والله العظيم السمكه اصلا بخت، فبالصلاه على النبي يعني مكان جديد والشباب كتير يعني بخير ربنا كتير. فبعد بعد الفيديو ان شاء الله هقول المكان ايه في اخر الفيديو، ما عشان لا تتفرجوا بقى. ماشي، كبير يعني خمسة مع حسن ايه؟ حلو مش وحش. ومعانا كمان علي الزمتاني، ها معانا والله هناك اهو. علي خليكم معانا. السلام على النبي، جوز اهو. الشبارة دي أحسن من بتاعة الصلاحية، خلي بالكوا. ها بتاعة الصلاحية ديت يعني والله بتوجع البطن، ومكان قريب يعني ماهوش بعيد، اللي يخلينا نروح من آخر الدنيا. تما هو جنب يعني، تعتبر مش بعيدة أوي يعني، تعتبر جنب البيت. جنب البيت. خليكم معانا. السلام على النبي، واحدة بيضة وواحدة خضراء، والله العظيم بيعلم على طول يا جدعان، أقسم بالله. خليكم معانا. اصلا كله بخ يعني، هياكل بشراسه. خليكم معانا. ترقص مع حسن ايه؟ ترقص صمبا. انا عارف ان التصوير رديء، بس التليفون ده يلا هيسد شويه يعني، التاني وقع مني في الميه وحاله بؤس. الحمد لله. خليكم معانا. خليكم معانا. جوزها والله. خليكم معانا. جوز. جوز اللوز. خليكم معانا. على طول يا جدعان والله، أول ما تنزل على طول بالصلاة على النبي. خليكم معانا.
ده كده عارف ارموه. صل على النبي اهو يا جدعان، عالم مولعلك اهو. ايوه يا جمال، جمال علي مولعها يا جمال اهو. ايوه خليكم معانا. بصراحة مش هنقعد على المكان عشان المكان ده سر من اسرار الدولة. سر حربي. نزل تص... ولا نزل تصاد قشر بياض. معاك قشر بياض؟ بيصطادوا قشر بياض. واحدة مباشرة مباشر. الصلاة على النبي الأخضر كما قال الكتاب. وبكده يا جدعان ننهي الفيديو عشان كده كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.